الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من فضائية العالمية وفي هذا اللقاء الخاص الذي نسعد فيه كثيرا أن نستضيف أساتذة من شبكة الجزيرة. معي الأستاذ توفيق طه. مرحبا بك أستاذ توفيق. أهلا بك. وكذلك معي الأستاذ عثمان كباشي. مرحبا أستاذ عثمان. نعم. يأتي هذا اللقاء على هامش دورة تدريبية أقامتها كلية الإعلام بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام، وهذه الدورة التدريبية بالتأكيد لها أهمية كبيرة. أستاذ توفيق، ما الذي يعنيه التدريب في مجال الإعلام؟ التدريب يعني أن تحول المعلومات النظرية التي حصل عليها المتعلم إلى ممارسة مهنية. يعني كل ما يتلقى التلميذ أو في معظمه في الجامعات خصوصا هو عبارة عن نظريات وشيء من التطبيق، لكن مهما كان هذا التطبيق أثناء الدراسة يظل محدود ولا يرقى إلى مستوى الممارسة العملية التي تظهر وتتكشف عن مشاكل وعن أمور أخرى تصقل هذه الممارسة بعد يوما بعد يوم. فيعني يتعلم فيها الممارس من ممارسته. أنت بالتدريب توفر عليه جزءا مما يتعلمه أثناء الممارسة إذا لم يكن قد تدرب جيدا بعد التخرج. فالتدريب مهم لصقل ما تم تلقينه للتلاميذ كمعلومات وتحويله إلى ممارسة عملية. نعم. في هذا الجانب أستاذ عثمان، كما ذكر الأستاذ توفيق بأنه المناهج التدريبية أو المناهج الأكاديمية غير كافية لتعطي الدارس المعلومات التي تمكنه من العمل، وبالتالي تسدت الدورات التدريبية هذه الثغرة. مثلا وأنت تقوم بالتدريب في مجال صحافة الإنترنت، وهو نوع من الإعلام الجديد الذي أصبح ظاهرة الآن وأصبح متطور، إلى أي مدى يمكن أن ينتقل التدريب في مجال الإعلام من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد؟ هو ما ذكره زميلي الأستاذ توفيق حقيقة ينطبق يمكن بشكل أوضح على من يمارسون الأونلاين جورناليزم أو صحافة الإنترنت. أنا دارس للإعلام، ولكن عندما تخرجت لم يكن هنالك ما يعرف بصحافة إنترنت، وبالتالي لم أتلقى هذا إلا بشكل ذاتي ومن خلال التدريب العملي ومن خلال التدريب في المحاضرات. ما أحدثته ثورة الاتصالات وبالتحديد بعد ظهور الإنترنت كان فتحا كبيرا جدا في عالم الصحافة، وظهر ما يعرف بصحافة الإنترنت. وتطلب ذلك أن تعد جيلا أو تعد مجموعة من الصحفيين مدركين وواعين وعلى علم بتطورات هذا القادم الجديد إلى مجال الإعلام. وهذه لم تكن محطة واحدة، وإنما هذا المجال نحن في كل يوم نشهد فيه جديد ونشهد فيه جديد، وبالتالي هذا يتطلب أن يعلم الداخل إلى هذا المجال أو بهذه التطورات، وأن يعد نفسه ويجهز نفسه حتى يتفاعل معها، وصولا إلى تقديم رسالة إعلامية متوافقة مع تطورات العصر الرقمي الذي نعيشه الآن، ونعيش تطوراته في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل دقيقة تقريبا. نعم. أيضا يمكن أن نقول أستاذ توفيق بأنه إذا نحن جئنا ركزنا الحديث عن قارة أفريقيا، ونحن في فضائية العالمية معني بهذه القارة، بأنه ما تزال مشكلة التدفق الإعلامي متواجدة لدينا في أفريقيا. في رأيك كيف يمكن لوسائل الإعلام في أفريقيا أن تعمل على الأقل في توازن ما بين التدفق المعلومات
يعني ما هي الإرشادات في رأيكم التي يمكن أن تنصح بها هذه المؤسسة الإعلامية؟ هو صحيح في معظم البلدان النامية ودول الأفريقية في معظمها من البلدان النامية ما زالت تعتمد على المعلومات والأخبار التي تصل من وكالات أنباء عالمية، غالبا ما تكون في الغرب أو حتى في الشرق، لافتقارها إلى الوسائل التي تجلب بها أو هذه الأخبار. ربما هنا ضعف الإمكانيات المادية أيضا يلعب دورا كبيرا في تأسيس وعمل منشآت ومؤسسات قادرة على صنع الخبر، صنع الخبر بمعنى نقل الخبر. الطريق أعتقد إلى الدول الأفريقية للوصول إلى نتيجة جيدة خلال فترة قصيرة في هذا الموضوع هو أن تعمل معا. يعني قد لا تستطيع دولة أفريقية واحدة أن تعمل شبكة مراسلين لوكالة أنباء تنشئها بحيث تغطي أخبار العالم وربما أو حتى أخبار أفريقيا، لكن إذا تعاونت أكثر من دولة لإنشاء وكالة أنباء معينة مصورة أو غير مصورة تنقل الأخبار من جهة العالم، تستطيع بتكاتفها بتعاونها أن تنشئ مؤسسة قادرة على إرسال مراسلين وتزويدهم بالتجهيزات اللازمة لنقل الأخبار من كل العالم. بهذا يصبح مصدر الخبر هو مراسلك أنت كوكالة أفريقية. أيضا في هذا الجانب الآن ظهرت عدد من المسميات في الإعلام الجديد، كما ذكرنا صحافة الإنترنت، صحافة الموبايل، صحافة المواطن، هذه الأنواع من الإعلام وغيره من وسائل الإعلام المتطورة. قارة أفريقيا يمكن اقتصادياتها متواضعة إلى حد ما في بعض بلدانها، والإعلام صناعة تحتاج إلى الإنفاق وتحتاج إلى التدريب وتحتاج إلى الآليات. هذه الشراكات التي أنت ذكرتها ما بين البلدان لتكون هناك مؤسسات إعلامية، إذا احتجنا إلى خطوات معينة مثلا، هل تعتقد بأنه مثلا هذه الشراكات تكون وكالات أنباء بصفة عامة عندنا في قارة أفريقيا وكالة كونا، أم تكون نوع آخر من الشركات؟ أعتقد أن مسألة وكالات الأنباء هي الطريق يعني الأول، يعني إنشاء وكالات، لأن ربما تكون أقل كلفة من غيرها. وكالات الأنباء لجمع معلومات ونشر مراسلين يجمعون هذه المعلومات والأخبار من أماكن شتى في العالم، لكن بعد ذلك ربما تنتقل إلى بناء شبكات أكبر، شبكات تنطوي على أو تضم وكالة أنباء، تضم قنوات تلفزيونية، تضم إذاعات. هنا يعني هذا تطور طبيعي يصبح للوكالة، لكن أعتقد البداية بوكالة أنباء شيء معقول. لا أعرف إذا كان الأستاذ عثمان يوافقني على ذلك. هناك من بدأ بقناة إخبارية مثل الجزيرة وتطورت هذه القناة إلى شبكة، لكن لا تنسى أن وراءها إمكانيات مادية غير متوفرة للدول الأفريقية. صحيح. يعني أعتقد هو المحدد الأساسي هو مدى توفر الإمكانيات المادية لبناء شبكة متكاملة. نعم. أستاذ عثمان، إذا لديك إضافة لما قاله الأستاذ توفيق طه، ثم بعد ذلك نريد أيضا منك أن تتحدث عن استفادة أفريقيا من مكوناتها الأساسية. أفريقيا لديها تراث، يعني صحيح. لديها كثير من الموارد التي يمكن أن صحيح. تعمل فيها في مجال صناعة الأعلام. نعم. صحيح. أنا فيما يتعلق بموضوع التدفق والسعي لعكس التدفق، مسار التدفق، بالنسبة لي أنا أرى يعني هنالك إمكانية عالية جدا لذلك عبر استقلال سلطة وسطوة وسائل التواصل.
الآن صار من السهل جدا أن يكون هنالك محتوى قادم من هؤلاء الناس. هذا نحن نسمي هذا المحتوى اليوزر جنريتد كونتنت، هذا محتوى ينتج الشخص الموجود في مكانه. زي ما حضرتك ذكرت أنه ظهرت ما تعرف بالسيتيزن جورناليست، المواطن الصحفي، هذا الشخص الذي يكون موجود في عين الحدث ويستطيع أن ينقله بالصوت وبالصورة، الصورة الثابتة والصورة المتحركة. أنا أدعو إلى الاستفادة من هذه الإمكانيات وفق الضوابط المعمول بها للتأكد من صحة ودقة ومصداقية هذا النوع من المحتوى، وهذا أصبح ممكن. يعني هنالك العديد من الآليات اللي نحن نقول للزملائنا في غرف الأخبار ونقول للشباب المتدربين في الدورات التدريبية، هنالك العديد من الإمكانيات التي نتأكد منها من صحة ودقة هذا المحتوى. وفي تصوري أن القارة الأفريقية تستطيع أن تحكس مسار التدفق وتصبح هي فاعلة في هذا الجانب وليست متلقية عبر الإفادة من ما توفره وسائل التواصل، ما يوفره التكنولوجيا في نقل الصورة، في نقل الفيديو. أما ما يتعلق في موضوع التراث، أنا أتصور التراث الأفريقي يستطيع الناس أن ينقلوا من خلاله يعني ثقافة الناس، اهتمام الناس، وخاصة إنه الآخر الذي يتابع هذا المنتوج هو يعني دائما الاندهاش عن هذا التراث. وهذا أيضا أنا أرى أن يتم ذلك عبر الجهود الذاتية، عبر وسائل التواصل، ولكن طبعا إذا توجدت الجهود الرسمية، سفارات، البعثات الدبلوماسية، المنظمات، فبالتأكيد هذا يكون النتيجة بتكون أفضل وأجمل. أيضا أستاذ عثمان، من القضايا الآن ملحة أيضا هي مسألة التوازن في تناول الموضوعات الإعلامية. يعني إلى أي مدى يمكن أن تعمل وسائل الإعلام المختلفة في نقل الحقيقة كما هي، وأن يكون هناك توازن في مجال نقل الأخبار ونقل المعلومات الإعلامية بالنسبة للمواطنين؟ هذا سؤال هام وكبير. أنا أتصور هذه هي مسؤولية أي وسيلة إعلام، أن تكون متوازنة وأن تمثل المجتمع الذي تعمل فيه خير تمثيل. يعني زمان في خلال نظريات الإعلام اللي درسناها سابقا في الثمانينات، ما يعرف بنظرية المسؤولية الاجتماعية، ما يعرف بالالتزام الاجتماعي لوسيلة الإعلام تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. فمطلوب مفروض من وسائل الإعلام أن تعبر عن كل المجتمع بشكل متوازن، يعني لا تحابي فئة عن فئة ولا طبقة عن طبقة، وإنما تنقل ما يحدث في المجتمع، لأنه إذا هي لم تنقل هنالك من ينقل. إذا ما تم هذا النقل عبر وسائل الإعلام المحترفة أو كما يسموها الآخرين التقليدية، هي تملك الإمكانات، تملك إمكانية التدقيق وإمكانية الضبط الذي قد لا يتوفر لوسيلة تانية. فالأفضل هي أن تقوم بهذا الدور، لأنها إذا 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 لم تقوم به ستقوم به جهة أخرى. نعم. أيضا هنالك سؤال يمكن أن نتشارك فيه، نبدأ بأستاذ توفيق، في أنه الآن أصبحت بعض الوسائل الإعلامية العريقة بدأ الحديث عن أنها ربما تتعرض إلى زوال مثلا، أو تتعرض إلى مشكلات، مثلا مثل الصحافة الورقية. لا شك أن الصحافة الورقية لعبت دور كبير جدا في الفترة الماضية، وربما الآن ما تزال تلعب أدوار في كثير من المناطق، ولكن ظهرت الآن الصحافة الإلكترونية وغيرها من أنواع هذه الصحف، وأصبحت الصحيفة بدل أن تكون ورقة يمكن أن تكون جهاز. إلى أي مدى يمكن أن يكون هنالك توازن ما بين الوسائل القديمة والوسائل الحديثة لفائدة الجمهور؟ أعتقد أنه مهما بلغ تطور الإعلام أو صحافة الإنترنت، تبقى الصحافة المكتوبة لها وهج، لها رونق خاص.
عندما اخترع التلفزيون قيل إن الإذاعة ذهبت أو ستذهب، ولكن ظلت الإذاعة وظل لها رونقها. كذلك الآن مع قدوم صحافة الإنترنت ستأخذ نصيبا ونصيبا كبيرا ربما من المشاهدين، لكن سيظل هناك من يبحث عن الصحافة المكتوبة، عن ما يمكن أن يخزنه ويحتفظ به خارج إطار التكنولوجيا التي قد لا تتوفر في كل مكان. إضافة إلى أن يعني صحافة الإنترنت لها مخاطرها، مهما تمكنت من التدقيق في الأخبار التي تنشرها بصحافة الإنترنت يبقى هناك خطر، وخطر مهم جدا، هو أن الإنترنت عامل كبير في تشكيل رأي عام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس ويعني الرأي العام الذي يتم تشكيله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يكون دائما صحيحا. يعني أن تنشر خبرا عبر الفيسبوك كالنار في الهشيم ولا يكون صحيحا، يصعب بعد ذلك أن يعني تصحح هذه الصورة. إذن خطورة وسائل التواصل الاجتماعي هي في إمكانية تشكيل رأي عام غير صحيح، أو في إمكانية أيضا زيادة التوترات في قضية ما بتدخلات من أناس قد لا يفقهون ما يقولون، يعني أناس لا يقدرون مسؤولية الكلمة. وسيلة التواصل الاجتماعي تضع يعني أو هي تكون في متناول أناس قد لا يقدرون المسؤولية وأهمية ما يقولون من كلام قد يلقى على عواهنه، فيؤدي إلى ردود فعل من جهات معارضة لهذا الرأي أو لذاك، وتكثر التوترات والتشنجات ليس على مستوى الناس فقط، قد تنتقل هذه إلى مستوى الإدارات والحكومات، فتزيد الطين بالله في كثير من المشاكل. نعم، في هذا الاتجاه أيضا معلش إنه بعد أن تضيف إلى ما قال أستاذ توفيق طه، الجمهور العادي يريد منك وأنت الخبير في ذلك بعض النصائح. كيف أنا أعرف أن هذا الخبر حقيقي من أنه غير حقيقي؟ صحيح. نعم. هو في إذا يعني أردت أن أجيب على بعض ما طرحته في موضوع موت الصحافة الورقية كما سمي في بعض الأدبيات، وهنالك موقع يعني على الإنترنت يتناول هذا الجانب، كل ما ماتت صحيفة بهذا المعنى المباشر، كل ما توقفت عن أن تصبح مطبوعة يسجلها ويسجل التاريخ. هذا الكلام هو لم يأتي من فراغ في عديد من المجتمعات، بالذات في أوروبا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بعض الصحف فعلا أغلقت أو أنهت النسخة الورقية، وحتى عندنا في السفير في لبنان، حتى في عالمنا العربي حولت مباشرة إلى الإنترنت. فهذا الكلام فعلا له ما يدلل عليه أو ما يثبته، ولكن هل 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 نستطيع يعني أن نعمم ذلك على كل المجتمعات؟ نعم. إذا نحن الآن نتكلم عن القارة الأفريقية، إذا نتكلم عن دولة مثل السودان، لا أستطيع أن أقول أن الصحف حتموت يعني على الأقل ولا للعشر سنوات القادمة. لماذا؟ لأنه الاطلاع على الأونلاين جورناليزم أو صحافة الإنترنت مربوط باختصاص، مربوط بتطور تكنولوجي. يعني كم من الناس اللي عندهم أجهزة أوكي قد تكون هذا في العاصمة، ولكن ماذا عن الناس في الأقاليم؟ هل يستطيعون أن يمتلكوا الأجهزة؟ الأمر أيضا متعلق بالبنية التحتية للإنترنت، هل الإنترنت كافية ومغطية كل القارة الأفريقية حتى يستطيع الإنسان أن يتصفح الأخبار عبر هذا؟ فهذا الكلام في جزء منه صحيح ولكن ليس كله صحيح. فالوسائل أنا في تصوري وأنه هنالك تكامل
ما بين وهذه المسألة ستسير. نعم. والأستاذ توفيق أشار إلى هذا عندما اخترعت الإذاعة قال الناس أن الصحافة انتهت. نعم. وهذا حدث لما اخترع التلفزيون ولما جاءت السينما الناس قال أول قبل قبل ذلك فالمسألة لا ستظل الصحافة الورقية مرتبطة بعادات مرتبطة باقتصاد ومرتبطة بتطور تكنولوجي وتطور ثقافي وتطور اجتماعي. بعض الناس لحد اليوم لا يستطيع أن يفتح الكمبيوتر يعني ويكون متعلم خريج جامعة. الأمية الإلكترونية هذا سيظل يقرأ الصحيفة الورقية. وبعدين هي بعض الناس عندهم عادة، بعض الناس يأخذ هذه الصحيفة من الصباح ويجلس على كرسي والثاني يقرأ. طريقة التعرض نفسها بتختلف عن أنا أقرأ الكمبيوتر. فأنا أتصور الجزم بهذا إنه الصحافة الورقية ماتت لا الصحافة حية يصعب هذا. ليس في الوقت الحالي المدى المنظور أعتقد، لأنه حتى لو توفرت التقنية للناس ستظل في معظم هذه الدول المتلقية للتقنية غالية غالية التكاليف. سنتعرف على الفرق ما بين حرية الإعلام والفوضى ولكن بعد الفاصل.